إنه يوم الاثنين وساعة الذروة في اليابان. ينقل القطار مئات الركاب الذاهبين إلى أعمالهم، وهم يبدون قلقين بسبب حالة الاختناق في شبكة المواصلات، لكنهم لن يدركوا إلا بعد فوات الأوان أنها ستكون الرحلة الأخيرة. لا تحدث الكوارث فجأة، بل تأتي نتيجة لسلسلة من الأحداث المؤثرة. سنحاول حل لغز القرارات المصيرية التي تتخذ في الثواني الأخيرة قبل وقوع الكارثة. اليابان، خطوط فوكوشيما الحديدية في مقاطعة هيوغو. في 15 من شهر نيسان من عام 2005، في ساعة الذروة، وقد اكتظت أرصفة المحطة بالركاب. عند الساعة 8:53 بدأ رويجيرو تاكامي البالغ من العمر 23 عاماً عمله بقيادة القطار منذ 11 شهراً. ينتهي خط القطار السريع رقم 5418 أم في محطة تاكارازوكا. هناك مقصورتان خاصتان بالسائق من جهتي القطار، حيث يبدل سائق تاكامي المقصورة مع قاطع التذاكر البالغ من العمر 42 عاماً ماساتوشي ماتوتشيتا عندما يتم تغيير اتجاه القطار في رحلة العودة. إنها الساعة 9:03. سيتوقف هذا القطار السريع عند 7 محطات في مساره قبل أن يصل إلى محطته الأخيرة في أماغازاكي، حيث توجد خطوط قطارات عديدة تصل إلى مدينة أوساكا. في المقطورة الثانية في تاكارازوكا يتواجد عند محطة النقل الداخلي الصحفي ساتوشي أوغورا البالغ من العمر 35 عاماً. كنت أستقل القطار نفسه يومياً لأصل إلى الشركة التي أعمل فيها، وكنت أجلس في ذات المكان في المقطورة الثانية من القطار. كانت شوارع مدينة أوساكا تعج بمليون شخص يومياً، حيث يسافر معظمهم من القرى والضواحي بواسطة شبكة الخطوط الحديدية إلى المدينة التي تعد واحدة من أكبر المدن في العالم. كنت أسافر يومياً من المحطة نفسها مستقلاً القطار نفسه والمقطورة نفسها منذ حوالي 4 سنوات، حتى إني حفظت وجوه الناس من حولي. انطلق القطار فيما كنت أضع سماعتي الأذن وأستمع إلى الموسيقى، وبعدها غفوت. الساعة 9:11 في محطة كاوانيشي إيكيدا، وتبدو الأرصفة مكتظة بعد أن زاد عدد الركاب. تشير جداول مواعيد الخطوط الحديدية اليابانية إلى أن القطار سيصل إلى محطته التالية خلال ثوان. الساعة 9:13 صباحاً، وليس مدرجاً على جدول المواعيد أن هذا القطار السريع يجب أن يتوقف في المحطة المقبلة، لذلك يمر بسرعة 120 كيلومتراً في الساعة من أمام أرصفة محطة الخطوط الحديدية. في المقطورة الخامسة يتوجه الشاب توموكازو تشاتاني البالغ من العمر 19 عاماً إلى الجامعة بواسطة خطوط كيوتو.
كان يوما عاديا جدا وشعرت بأنها بداية أسبوع جيدة. سوف يبدأ توموكازو بفصل دراسي جديد. لقد انتهت برامج التوجيه وبدأت صفوف الفصل الجديد ذلك الأسبوع. انطلقت صفارات الإنذار داخل مقطورة السائق فيما اقترب القطار من المحطة المقبلة في إيتامي، حيث فاقت سرعة القطار السريع رقم 5418 السرعة المحددة. ربما لم يلاحظ السائق تاكامي هذا الإنذار أو أنه تجاهله. لاحظ قاطع التذاكر في الخلف أن القطار يقترب بسرعة تفوق سرعته العادية إلى محطة إيتامي، وحاول الوصول إلى الفرامل اليدوية، لكن السائق تاكامي سبقه وشغل ذراع الكبح في الوقت المناسب. توقف القطار بشكل مفاجئ في محطة إيتامي. توقف القطار بطريقة مفاجئة ولم يسبق لي أن أحسست بكبح فرامل قوية لهذه الدرجة. فوجئت بذلك، وبالرغم من أنني كنت أقرأ لكنني لاحظت ذلك. تخطى القطار حدود أرصفة المحطة بمسافة تتعدى طول 3 مقطورات. اتصل السائق بقاطع التذاكر عبر خطوط الاتصال الداخلية. حسناً، لا يجوز أن تتوقف مقطورة القطار الأولى في موقع المقطورة الخامسة. هذا ليس أمراً طبيعياً ولم يحصل من قبل. في الساعة 9:15 صباحاً، وفيما يتبادل السائق وقاطع التذاكر مقاعدهما تجهيزاً لتغيير اتجاه القطار، يقوم ماتسوشيتا بإعلان: لم أستقل قطاراً غير اتجاهه من قبل، وكان ذلك مفاجئاً بحد ذاته. وقلقت عندما فكرت في أن القطار قد تعدى حدود أرصفة المحطة على السكك الحديدية، ويجب أن يغير اتجاهه من أجل تصحيح موقعه. الساعة 9:16، يبدو أن القطار قد تأخر 1:20. بعد أن غادرنا محطة إيتامي، أزعجني ارتجاج القطار بعد انطلاقه من محطته الأخيرة، وشعرت بأن السائق كان على عجلة من أمره. انطلق القطار بسرعة نحو محطة أماغازاكي. شعرت بأمر غريب فيما انطلق القطار بسرعة أكبر من سرعته العادية. الساعة 9:18 في المقطورة رقم 2. لقد ازداد الارتجاج داخل القطار وأصبح قويا جدا، ما أيقظني حقا. كانت هناك أصوات قرقعة آتية من بعيد. وفي اللحظة التالية شعرت بأن القطار قد دهس شيئا ما، وسمعت صوت تحطم وانقلب كل شيء بعده.
انطفأت الأضواء فجأة وأصبح كل شيء مظلم. بفعل الاصطدام رمى بي الحادث من المكان الذي كنت فيه إلى الأمام في خط مستقيم، وحصل ذات الشيء مع الجميع. كنا جميعا في ذلك المكان المحصور، الواحد بجانب الآخر، وأذكر أناسا كانوا في الأسفل ورأيتهم بجانبي فيما بعد. تأرجحت المقتورة بقوة، ولو لم أتمسك جيداً لما استطعت أن أبقى حيث أنا. كان لدي انطباع بأن الركاب الذين كانوا يقفون داخل القطار وقعوا بعضهم فوق بعض. أظن أن هذا ما حصل فعلاً. ظننت أنني صدمت شيئاً ما. توقفت ولكنني لا أذكر ما حصل، ولا أذكر ما كان الشيء الذي اصطدمت به. كنت خائفاً جداً، لم أفهم ما حصل. لقد اصطدم القطار بشقة سكنية خارج محطة أماغازاكي. ومات السائق ريوجيرو تاكامي. علق ساتوشي أوغورا داخل المقطورة رقم 2. علقت قدمه اليمنى. عم الهدوء المكان في البداية، ولم أتصور أن أحداً كان لا يزال على قيد الحياة. كانت هناك سيدة في المقدمة إلى الجهة اليمنى وقالت لي: أرجوك أنقذ طفلتي، طفلتي، طفلتي. كانت تصرخ: جد لي طفلتي، أرجوك، أرجوك جدها، طفلتي. بعد قليل لاحظت أن بعض الناس بدأوا يتحركون. وبعد أن تحركوا استطعت تحريك قدمي. رفعت مقعد القطار وسحبتها من الأسفل بسهولة. أصبح ساتوشي حراً وخرج للبحث عن الطفلة المفقودة. رفعها ساتوشي من بين حطام المقطورة بالرغم من أن رسغ قدمها كان مكسوراً. بالطبع كان رائعاً أن الطفلة بقيت على قيد الحياة، ففي مثل هذه الحال ينجو بعض الأشخاص، وهذا بالطبع لحسن حظهم فقط. دخل ساتوشي إلى المشفى بسبب كسر في رسغ قدمه، وعانى من إصابة خطرة في عنقه أيضاً. انحرفت أربع مقطورات من القطار السريع رقم 5418M عن مسارها في محطة أماغازاكي، حيث اصطدمت المقطورة الأولى بشقة سكنية جانب الخطوط الحديدية واستقرت داخل مرأب للسيارات. أما المقطورة الثانية فتحطمت خارج الشقة السكنية.
فيما بعد بدأت أرى وجوه الناس التي كنت أعرفهم، لكنهم كانوا في عداد الموتى، فكانت صدمة قوية جدا بالنسبة إلي. تسببت كارثة أماغازاكي بمقتل 107 أشخاص وجرح 562 شخصاً، وكان 99 شخصاً من الذين قضوا في الحادث في المقطورتين الأماميتين. سنستعيد الآن أحداث ذلك اليوم، وسنتعمق في التحقيقات التي ستكشف عن الأسباب التي أدت إلى حصول أسوأ حادث تحطم قطار في شبكة الخطوط الحديدية اليابانية خلال السنوات 40 الماضية. حققت الهيئة العامة لسلامة النقل في الخطوط الحديدية اليابانية في الحادث من أجل التوصل إلى معرفة أسباب تحطم القطار قبل أن تحدث كارثة أخرى في الخطوط الحديدية اليابانية التي تنقل أكثر من 8 ملايين شخص يومياً. فبدأوا بالتحقيق في موقع الحادث للحصول على أدلة. نظر جيف ثورن في هذا الحادث مرات عدة، وهو محقق سابق في حوادث شبكة الخطوط الحديدية في المملكة المتحدة، وهو ينظر الآن في نتائج التقارير الرسمية لحادث تحطم القطار. عندما ينحرف القطار عن مساره تكون هناك أسباب مؤثرة لهذا الانحراف. السبب الأول يمكن أن يعود لخطب في القطار نفسه، والسبب الآخر قد يكون خطباً في السكك الحديدية. لذلك يجب أن نجمع الأدلة الكافية المحيطة بكلا السببين لمعرفة سبب انحراف القطار. نظر المحققون أولاً إلى السكك الحديدية في موقع تحطم القطار في أماغازاكي، فوجدوا أدلة مهمة تتعلق بالحادث. إنها صخور محطمة موجودة داخل السكك الحديدية، وهناك احتمال أن يكون حادث تخريب مدبر. إنه أحد الاحتمالات التي سيتم التحقيق فيه جدياً، فربما يكون حادث تخريب متعمد. سينظر المحققون في واحد من الأدلة الموجودة على السكك الحديدية، وهو الحجارة التي وضعت هناك. تلزم كمية كبيرة من الحجارة لكي تحدث تأثيراً جدياً في مسار القطار، ولكن سيتم البحث في هذه الأدلة في جميع الأحوال. قام الكثير من المخربين بهذا العمل من قبل في اليابان، وأدى ذلك إلى انحراف في مسار القطار. قامت مجموعة من التلامذة في المدرسة الثانوية الإعدادية بوضع حجر أسمنت كبير على شبكة الخطوط الحديدية الكهربائية في كيهام عام 1980، حيث انحرفت مقطورتان أماميتان عن مسارهما واصطدمتا بمنزل بجانب الخطوط الحديدية، ما أدى إلى مقتل 104 أشخاص. إذا كان السبب وراء حادث تحطم القطار هو تخريب متعمد، فلا يزال الجناة طالقين. بعد تحليل الصخور التي وجدت في موقع الحادث استبعدت هذه الفرضية. لعبت الصخور المطحونة التي كانت داخل السكك الحديدية دور الصابورة، وذلك لتثبيت السكك الحديدية في مكانها. الصابورة هي عبارة عن صخور جرانيت صغيرة توضع على جانبي السكك الحديدية وفي أسفلها لتثبيتها في مكانها. استنتج المحققون أنه عند انحراف القطار عن مساره في المقطورة الأمامية اجتازت عجلات القطار الصابورة، وسبب ذلك تطاير صخور الجرانيت إلى الداخل، فطحنتها عجلات المقطورات الخلفية وتركت أثار صخور محطمة داخل السكك الحديدية. لم تكن الصخور المطحونة هي المسببة في الحادث، بل نتيجة له. استبعد احتمال أن يكون وراء حادث تحطم القطار ثمة عمل تخريبي متعمد، لكن التحقيقات المستمرة في مسار الخطوط الحديدية أدت إلى شكوك جديدة. خرج القطار السريع رقم 5418 أم عن مساره عندما وصل إلى بداية منعطف قوي في الخطوط الحديدية، وهو المنعطف الأخير الذي يصل جميع القطارات بمحطة أماغازاكي.
تعد محطة أماغازاكي من المحاور الناشطة التي تصل جميع القطارات بمدينة أوساكا. تعد أوساكا مع ضواحيها واحدة من أهم مدن اليابان، لذلك هي محور مهم جداً لكل الركاب القادمين والعائدين يومياً من كل الاتجاهات، من الغرب والشرق والشمال والجنوب. الدكتورة لويزا روبينفين خبيرة في أنظمة الخطوط الحديدية اليابانية. تنقل قطارات الخطوط الحديدية اليابانية نصف سكان اليابان إلى أعمالهم يومياً، فيؤثر هذا النظام على حياة اليابانيين بشكل مباشر. يعتمد اليابانيون على شبكة الخطوط الحديدية بشكل كبير. جداول مواعيد القطارات معقدة. يلتقي القطار الأول بالثاني في نقطة معينة، وبعدها يغادر خلال دقائق أو ثوان، ويعتمد الناس على دقة هذه الجداول لتسهيل مواصلاتهم. تشير سجلات الخطوط الحديدية إلى أن شركة الخطوط الحديدية اليابانية وست قد قامت بتعديل على المنعطف الأخير الذي يصل القطار السريع بمحطة أماغازاكي عام 1997، حيث تم تصغير مسافة نصف قطر المنعطف من 600 إلى 304 أمتار. كان السبب وراء زيادة حدة هذا المنعطف في عام 97 هو أنهم يحاولون إدخال خط جديد إلى الخطوط الحديدية بحيث يسهل وصول الركاب بطريقة أسرع وأكثر فعالية. عندما قامت ويست بزيادة حدة منعطف أماغازاكي، زاد ذلك من ضغط جداول مواعيد القطارات. أصبحت جداول مواعيد هذه الخطوط الحديدية هي الأكثر إحكاماً في المنطقة. لا تترك جداول المواعيد الجديدة لشركة الخطوط الحديدية اليابانية أي مجال للخطأ. يجب أن يصل القطار السريع رقم 5418 آم في موعده حتى يستطيع الركاب الوصول إلى أوساكا. لا يتحمل الركاب تأخير القطارات في اليابان، وعندما نقول أنه يجب أن يصل في موعده فهذا يعني أنه يجب أن يصل فعلاً خلال ثوان. إن المنعطفات الحادة وجداول المواعيد الدقيقة جداً أمران يميزان خدمة شبكة الخطوط الحديدية اليابانية. يريد المحقق جيف أن يعرف إن كانت حدة المنعطف هي ما وراء الحادث. إن طول نصف قطر المنعطف الذي يصل إلى محطة أماغازاكي هو حوالي 300 متر، وهذا يعني أنه منعطف حاد جداً، إذن يجب التقيد بحدود سرعة قصوى لا يجوز تخطيها. يجب ضبط سرعة القطار عند هذا المنعطف. إذا فاقت سرعة القطار السرعة المحددة عند المنعطف، تشير القوانين الفيزيائية الأساسية إلى أن ذلك سيسبب في خروج القطار عن مساره. وجدت بيانات تسجيلات القطار أو ما يسمى الصندوق الأسود في مكان تحطم القطار عند بدء التحقيقات، وسجل وقت وسرعة القطار. أشارت البيانات أن هذا القطار السريع كان يسافر في سرعة وصلت إلى 116 كيلومترا في الساعة عندما وصل إلى المنعطف. قامت الهيئة العامة لسلامة النقل في الخطوط الحديدية اليابانية بعدة حسابات لكي تعرف إن كانت سرعة القطار قد فاقت السرعة المحددة عند المنعطف، وأدركت أن القطار سوف ينحرف عن مساره في أماغازاكي إذا تخطت سرعته 106 كيلومترات في الساعة. كان انحراف القطار عن مساره أمراً محتماً. سرعة القطار القصوى وحدة المنعطف هما المسببان الأساسيان في هذا الحادث المروع. إن السرعة التي يجب أن لا يتخطاها القطار عند منعطف محطة أماغازاكي هي 70 كيلومتراً في الساعة. ويود جيف ثور معرفة لماذا سافر القطار السريع رقم 5418 أم بسرعة تفوق حدود السرعة المحددة.
يعي المحققون أن أسباب الحوادث قد تكون عائدة لفشل في الأنظمة أو لأعطال في الشبكة، لكنهم يدركون أيضاً أن هناك عاملاً أساسياً يدخل في المعادلة وهو الخطأ البشري. ولكي تسلط الهيئة العامة لسلامة النقل في الخطوط الحديدية اليابانية الضوء على أداء السائق، فقد استمعت إلى أقوال قاطع التذاكر الذي كان في الخلف عند حصول الحادث. كشف عن حصول حادث غير اعتيادي في بداية الرحلة، وهذا ما قاله: توقفنا بشكل مفاجئ عند الساعة 8:53 قبل الوصول إلى المحطة. خرق السائق إشارة الضوء الأحمر وأوقف القطار فجأة بواسطة أنظمة السلامة وهي أجهزة الفرملة الآلية، وكنتيجة لذلك انطلق متأخراً من محطة تاكارازوما ب15 ثانية. تخطى القطار السريع أرصفة المحطة بمسافة 3 مقطورات في محطة إيتامي التالية. عندما وصلنا إلى محطة إيتامي ظننت أننا تجاوزنا أرصفة المحطة ب5 أو 6 مقطورات لأن سرعة القطار كانت تفوق السرعة العادية. غير السائق اتجاه القطار لكي يعيده إلى موقعه الطبيعي، وعندما انطلق من المحطة التالية كان قد تأخر 1:20 عن موعد وصوله. وتأخير موعد وصول القطار ليس مشكلة السائق فقط. تجاوز سائق القطار أرصفة المحطة في المحطة الأخيرة وخالف قوانين شركة الخطوط الحديدية اليابانية التي تنص على أنه يجب على السائق أن يقدم تقريراً فورياً إلى المشرف. عرف السائق بأنه سيواجه العقوبة بسبب تخطيه أرصفة محطة إيتامي. وأفاد قاطع التذاكر بأن السائق اتصل به فوراً بعد مغادرة محطة إيتامي بواسطة أجهزة الاتصال الداخلية. لم أعد أذكر ما قاله بالضبط، لكنه طلب مني تجاهل ما حصل، وفكرت في أنه يطلب مني ألا أعطي تقريراً عن المسافة الحقيقية التي تخطيناها. تجاهل كل ما يحصل. قلق السائق بشدة بسبب تخطيه أرصفة المحطة وكان يحاول إقناع قاطع التذاكر بتجاهل الأمر. وفيما هما يتحدثان يقاطعهما أحد الركاب متذمراً من التأخير الذي حصل. فقلت له: أنت تسافر بسرعة تفوق السرعة المحددة وعليك خفض السرعة. وأقفلت الاتصال لأفتح الباب للراكب وأظنه فكر أنني غاضب منه. لم يكن هناك خيار أمام قاطع التذاكر سوى أن يقدم تقريراً لمقر المراقبة عن تخطي القطار أرصفة المحطة. وتؤكد قوانين شركة الخطوط الحديدية اليابانية على أهمية القيام بذلك فور حدوثه. تخطى القطار أرصفة محطة إيتامي بمسافة 8 أمتار. ظننت أننا تجاوزنا أرصفة القطار مسافة 30 إلى 40 متراً في ذلك الوقت، وأعرف أن العقاب لن يكون كبيراً في حال تخطى القطار مسافة صغيرة لا تتعدى 5 أمتار. لذلك قلت إن القطار قد تخطى أرصفة المحطة ب8 أمتار فقط. عندما يقدم قاطع التذاكر التقرير يمكن أن يسمعه السائق في مقطورته. يشرح كل هذا حالة السائق الشاب قبل وصوله إلى المنعطف. ولكن أشارت البيانات التي وجدها محققو الهيئة العامة لسلامة النقل في الخطوط الحديدية اليابانية في الصندوق الأسود إلى أن السائق قام بكبح الفرامل قبل 4 ثوان من انحرافه، ولكن يبقى غير واضح لماذا لم تخفف أنظمة الفرملة من سرعة القطار. يعمل الدكتور ريو تاغاكي في هندسة المواصلات، وقد درس تقارير الهيئة العامة لسلامة النقل في الخطوط الحديدية اليابانية في حادث تحطم القطار. هناك 3 أنواع من الفرملة التي يمكن أن يستخدمها السائق خلال قيادة القطار، والتي يمكن أن تكون مسؤولة عن حصول هذا الحادث. هناك الفرملة العادية التي تستخدم عادة خلال القيادة، وهناك الفرملة اليدوية.
عثر المحققون على بعض الأدلة من أنظمة الفرملة في مكان تحطم القطار، وتشير التحليلات إلى أنه لم يكن هناك أي عطل ميكانيكي، وأن أنظمة الفرملة كانت تعمل بشكل طبيعي. لكن الغريب هو أن السائق استخدمها في اللحظات الأخيرة المصيرية قبل انحراف القطار. في هذه الحالة لم يستعمل السائق الفرملة اليدوية قبل الحادث. وفيما يسافر بسرعة 116 كيلومترا في الساعة وقبل أن يصل إلى المنعطف وقبل حصول انحراف القطار عن مساره، قرر استعمال الفرملة العادية بدلا من اليدوية. وبالرغم من أنه استعمل الفرملة العادية ليخفف من سرعة القطار، نعرف أنه لم يستعمل قوة الكبح القصوى، ولا يمكن أن نعرف سبب ذلك. أحد الأسباب التي يمكن أن تكون خلف عدم استعمال السائق للفرملة اليدوية في هذا الحادث هي أن شركة الخطوط الحديدية اليابانية تلزم السائق بتقديم تقرير يشرح فيه سبب استعمال الفرملة اليدوية. إن القوانين الصارمة للشركة أربكت السائق وأثرت في قراره. هناك نظرية تقول إن السائق الذي كان يقود القطار كان متردداً في استعمال الفرملة اليدوية. وهذا الأمر يطرح علامات استفهام على بيئة عمل شركة الخطوط الحديدية اليابانية، والتي يمكن أن تكون مسببة في هذا الحادث. إن الجهد الذي تعمل به شركة الخطوط الحديدية اليابانية ويست من أجل تحقيق الأرباح ومن أجل الحفاظ على مستوى فعال في أدائها من حيث جداول مواعيد القطارات ومواعيد الانطلاق والوصول من دون تأخير يذكر، جعل الشركة تعطي أهمية أقل لأنظمة السلامة. بدأ السائق تكامل بالغ من العمر 23 عاماً عمله كسائق منذ 11 شهراً، وبالرغم من سجله القصير تبين أنه تعرض لحادث غير اعتيادي من قبل. ففي شهر حزيران من عام 2004، أي بعد 3 أسابيع على بدء عمله كسائق، تخطى أرصفة المحطة بمئة متر. وكما تنص قوانين الشركة، فقد أرسلته شركة الخطوط الحديدية اليابانية ويست ليلتحق ببرنامج إعادة تدريب مدته 13 يوماً. ترسل الشركة الموظفين للالتحاق ببرامج إعادة تدريب عندما يفشلون خلال عملهم. تعتبر برامج إعادة التدريب في اليابان جزءاً مهماً من قوانين الشركات. إن النظر في الحالة النفسية للموظفين أو الحالة النفسية في نظام التدريس ليس جديداً على الإطلاق، ويعتبر أمراً مهماً جداً النظر إليه وأخذه بعين الاعتبار. إن ماساشي ياسودا هو رئيس اتحاد شركة الخطوط الحديدية اليابانية ويست، وقد خضع معظم أعضاء الاتحاد لبرامج إعادة التدريب. تعطى برامج إعادة التدريب هذه للسائقين في الدرجة الأولى، وذلك عندما يرتكبون أخطاء خلال قيادة القطار، كتخطي أرصفة المحطة مثلاً، أو خرق إشارة الضوء الأحمر، أو عندما يتخذون قراراً خطأً في الحالات الطارئة، أو عندما لا يتوقفون في الوقت المحدد. هناك العديد من الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها السائق. ولكن يبدو أن الموظفين لا يقومون ببرامج إعادة تدريب عادية في شركة الخطوط الحديدية اليابانية ويست. صمم هذا البرنامج للسائقين لكي يدركوا حجم المسؤولية التي تقع عليهم وما يمكن أن يحصل في حال فشلوا في مكان ما، لكنهم اعتبروا أنه تقليل من شأنهم. ويذلهم ويهينهم، نوع من العقاب بالنسبة لهم. يمنعون من تنفيذ عملهم بشكل طبيعي في أثناء فترة إعادة التدريب هذه، ويدوم هذا البرنامج لفترة معينة، وأحياناً يطلب منهم دفع غرامات مالية إذا طالت مدة البرنامج.
وبدلاً من أن يخضعوا لإعادة تدريب فعالة يجبرون على تنفيذ وظائف متدنية. لنكن دقيقين أكثر، يجبرونهم على تنظيف أوساخ الحمامات ويجبرونهم على كتابة تقارير طويلة جداً لفترات طويلة. يعتقد الاتحاد أن برامج إعادة التدريب هذه هي نوع من العقاب وليست تحسيناً للأداء. أعتقد أن هذه البرامج تعتبر خرقاً لحقوق الإنسان، وهي تذل السائقين وتجبرهم على القيام بأعمال مهينة. أرسل مينورو كاغيتاني لمدة 5 أشهر في برنامج إعادة التدريب، وذلك بسبب تأخره دقيقتين عن موعد الاجتماع. لقد عاملوني بشكل سيء جداً عندما خضعت لبرنامج إعادة التدريب، وفكرت في أنني لن أستطيع التحمل طويلاً، وفي أنني سأقدم استقالتي قريباً من الشركة. صرح كاغيتاني بأنه عانى من سوء معاملة على المستوى النفسي خلال خضوعه لبرنامج إعادة التدريب. لقد تعرضت لإهانات لفظية من المدير، حتى إنه طلب مني الاستقالة، ولم يكن هناك أي إعادة تدريب حقيقية أو فعالة. لكنني وصلت التفكير في أن كل شيء على ما يرام، وقلت لأصدقائي إنني بخير، وتظاهرت بالشجاعة، لكنني في الحقيقة كنت أكره المجيء إلى العمل. كانت برامج إعادة التدريب قاسية جداً. كان ريوجيرو تاكامي قد بدأ عمله كسائق قبل 3 أسابيع عندما تخطى أرصفة المحطة وأرسل إلى برنامج إعادة التدريب. أرسل السائق الذي عمل في الخطوط الحديدية للخضوع لبرنامج إعادة تدريب مدته 13 يوماً، وذلك بعد أن تخطى أرصفة المحطة. وكجزء من البرنامج طلب منه كتابة تقارير طويلة جداً لساعات، وتضمنت إعادات متكررة لذات التقارير. يعتقد ياسودا أن الاختبار الذي مر به السائق في فترة إعادة التدريب قد ترك أثراً كبيراً في نفسه. أعتقد أن السبب خلف انحراف القطار عن مساره على الخطوط الحديدية يعود إلى أن السائق كان خائفاً من الخضوع لبرنامج إعادة التدريب مرة أخرى، ولأنه كان يتجنب حصول ذلك زاد من سرعة القطار، وأدى الأمر إلى انحرافه. توصلت الهيئة العامة لسلامة النقل في الخطوط الحديدية اليابانية أيضاً إلى الاستنتاج نفسه، وهو أن برامج إعادة التدريب الخاصة بالشركة كانت من العوامل المسببة لحادث التحطم. أفهم الحالة النفسية لهذا السائق الشاب الذي تسبب في حادث تحطم القطار، فمن الطبيعي أن يتجنب شاب يبلغ من العمر 20 عاماً إرساله مجدداً إلى برامج إعادة التدريب، وخصوصاً بعد أن اختبرها، لكنه أمر قاس جداً بالنسبة إلي ويصعب تقبله. إذن فقد كان سائق القطار السريع رقم 5418 أم تحت ضغط نفسي كبير في أثناء حصول الحادث. وبالرغم من حصول هذا الحادث، بررت شركة الخطوط الحديدية اليابانية ويست أهمية وفعالية برامج إعادة التدريب الخاصة بها. من وجهة نظر غربية، من الصعب تصديق أن برامج إعادة التدريب هذه قد تؤدي إلى نتائج فعالة في تحسين أداء الموظفين أو في تحسين أنظمة السلامة. بعد التدقيق في الأدلة، عرفنا السبب خلف حصول تحطم القطار في إحدى المحطات في ضواحي اليابان في شبكة الخطوط الحديدية وانحرافه عن مساره، مسبباً في مقتل 107 أشخاص وجرح 562. قبل 10 أشهر من الحادث، خضع سائق القطار تاكامي لبرنامج إعادة التدريب بشركة الخطوط الحديدية اليابانية ويست. ترك هذا أثاراً سلبية على السائق وجعله يتجنب الخضوع لهذا البرنامج مرة أخرى.
قبل 25 دقيقة على الحادث. خرق القطار 5418 بقيادة تاكامي إشارة الضوء الأحمر في محطة تاكارازوكا، حيث استعمل أنظمة السلامة المعروفة بأجهزة الفرملة الآلية لوقف القطار. كانت هذه المخالفة الأولى للقوانين التي ارتكبها السائق عندما خرق إشارة الضوء الأحمر. قبل 4 دقائق على الحادث زادت سرعة القطار المتوجهة إلى محطة إيتامي، وأطلقت أجهزة القطار إنذاراً لكي يحذر السائق بعد تخطيه السرعة المحددة، وكانت هذه المخالفة الثانية. قبل 2 دقيقة من الحادث تأخر القطار السريع عن موعد وصوله إلى المحطة التالية حوالي 1 دقيقة و20 ثانية، وأصبح صعباً على الركاب اللحاق بالخطوط الحديدية الأخرى التي توصلهم إلى عملهم. عرف السائق تاكامي أنه سيواجه عقوبات عدة، ومن المحتمل أنه كان في حالة ذعر ولم يدرك خطورة السرعة القصوى التي كان يقود بها القطار. وصل إلى المنعطف الأخير لمحطة أماكازاكي بسرعة 116 كيلومترا في الساعة. لم يستعمل أجهزة الفرملة الآلية التي حذرته من الخطأ الذي قام به. قبل 4 ثوان من الحادث أدرك تاكامي السرعة القصوى التي يقود بها القطار، وبدلا من استعمال الفرملة اليدوية قام باستعمال الفرملة العادية، ربما لكي يتجنب مخالفة ثالثة. حصل الحادث في الساعة 9:18 صباحا. مات 107 أشخاص في هذا الحادث، لكن وبالرغم من خطأ السائق كان يمكن تجنب حصول الحادث. إن أجهزة الفرملة الآلية في أنظمة السلامة تعمل في مثل هذه الحالات، وكان يمكن أن تنقذ السائق والركاب الذين قضوا في الحادث. لقد استطاعت أجهزة الفرملة الآلية مساعدة السائق سابقاً خلال النهار، وبالرغم من أنه قد تم وضع أجهزة فرملة آلية في أجزاء عدة من شبكة الخطوط الحديدية في فوكوشيما في عام 2005، لكن لم توضع أجهزة استقبال لهذه الأجهزة عند المنعطفات. لم تكن شركة الخطوط الحديدية اليابانية ويست مجبرة قانونياً على وضع أجهزة فرملة آلية على جميع خطوطها في ذلك الوقت. لما حصل هذا الحادث لو وضعت الأجهزة الحديثة للفرملة الآلية عند المنعطف؟ لقد برئ رئيس شركة الخطوط الحديدية اليابانية ويست من الاتهام الذي حمله مسؤولية الإهمال بسبب عدم وجود أجهزة فرملة آلية عند المنعطف، ووصفت المحكمة الحادث بأنه غير متوقع. تغير القانون الياباني بعد حصول هذا الحادث، حيث أجبرت جميع شركات الخطوط الحديدية اليابانية على وضع أجهزة فرملة آلية عند المنعطفات، وما زالت شركة الخطوط الحديدية اليابانية ويست تقوم ببرامج إعادة التدريب الخاصة بها. أرادوا أن يضغطوا على الموظفين لكي يعطوا أفضل ما لديهم، لكن برنامج إعادة التدريب أخذهم في اتجاه معاكس وأبعدهم عن هدفهم تحقيق ظروف أفضل وأأمن في النقل. تقارن شركة الخطوط الحديدية اليابانية ويست نفسها بشركات أخرى منافسة، فهي تعمل في ظروف تنافسية وتحاول أن تتفوق على الشركات الأخرى فيما يتعلق بسلامة النقل. وتدعي الشركة بأنها تقوم بدراسة برنامج إعادة التدريب الخاص بها لتحصل على نتائج أفضل فيما يتعلق بأنظمة السلامة. وأخيراً تؤكد الشركة أنها أكدت على ضرورة ضبط السرعة عند ذلك المنعطف، لكنها لم تعي حقاً درجة خطورة هذا الجزء من الخط. بالرغم من ذلك لم تكن هناك أجهزة خاصة لضبط السرعة على المنعطف ساعة حصول الحادث. كان ساتوشي أوغورا أحد الناجين القلائل في المقطورة الثانية في هذا الحادث. لقد استطعت التغلب على الآثار السلبية لهذا الحادث، ولكن بعد وقت طويل. لقد تعلمت أن أقدر معنى الحياة، وفهمت أننا قد نموت في أي لحظة ومن دون سابق إنذار، وتذكرت أن لدي حياة واحدة أعيشها، وعلي أن أذكر ذلك دوماً.